أول رد للفنانة التونسية درة زروق بعد زواجها وعدم مشاركة نساء تونس فرحتها بسبب أنها الدرة. أهلا بكم، احتفلت النجمة التونسية درة بزفافها على المهندس هاني سعد وسط أجواء عائلية في القاعة المفتوحة لأحد فنادق مدينة الجونة، وذلك بعد ساعات قليلة من عقد قرانها داخل نفس الفندق. وحرصت الفنانة درة على تنفيذ مراسم الزواج الكلاسيكية، فصارت في البداية بمفردها داخل ممر مغطى بالزهور. وعلى أنغام أغنية ماجدة الرومي طلي بالأبيض، وظهرت وهي ترتدي فستان أبيض وتحمل بوكيه ورد. وفور وصول الفنانة درة إلى عريسها هاني سعد، تم تنظيم رقصة رومانسية لهما على أنغام أغنية خذني بين يديك، ودخلت درة في حالة من البكاء تأثرا بلحظة زفافها. واحتضنها العريس هاني سعد، وتدخل بعدها النجم آسر ياسين لتغيير أجواء الحفل، ورقص مع العروسين على أنغام أغنية مليونير تتر مسلسل بميت وش. وحضر حفل الزفاف عدد محدود من نجوم الفن، بينهم يسرى ودنيا سمير غانم وزوجها رامي، وبشرى وأحمد السقا، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وآسر ياسين وجمان مراد. وغاب أغلب النجوم التونسيين المقيمين في مصر مثل لطيفة وهند صبري وعائشة بن أحمد، كما غاب صديق هاني وسعد المقرب أمير كرارة. يذكر أن الفنانة درة نشرت صورا مع عريسها عقب انتهاء مراسم عقد القران، وعلقت قائلة: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني على من اختارني، على من اختارني واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا، ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان. وزوجها هاني سعد هو مهندس معماري ورجل أعمال مصري، درس الهندسة المعمارية في جامعة مصر الدولية. لديه شقيقان وهو أكبرهما، وتزوج سابقا وأنجب ابنتين وولد. وأكد البعض أن الزيجة لم تستمر، وأنه ليس صحيحا أن درة ستصبح درة لأم أولاده، ولكن البعض الآخر أكد أن الزوجة الأولى منه لا زالت على ذمته. ويمتلك هاني سعد شركة معمارية منذ عام 2003، وتحمل اسم هاني سعد إنوفيشنز للبناء والتصميم والتخطيط، وأنجزت شركته أكثر من 800 مشروع في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، وتبلغ قيمة تلك المشروعات نحو 97 مليون دولار. وقد خرجت السيدة منة هشام هاشم الزوجة الأولى للمهندس المعماري هاني سعد عن صمتها مع الدقائق الأخيرة من زفافه على النجمة التونسية درة، وأصدرت توضيحا. أصدرت توضيحا قصيرا عبر حسابها بموقع الفيسبوك، أكدت فيه أنها لا زالت بعصمته ولم يحدث الطلاق بينهما كما روج البعض، في تأكيد على أن النجمة درة صارت درة وزوجة ثانية. حيث قالت زوجته الأولى ردا على الشائعات: أنا وهاني ما اتطلقناش، ثم قامت بحذف كل المنشورات وإغلاق خاصية قبول طلبات الصداقة. ومع التأكد من مصداقية الرأي الثاني، انطلقت عدة أصوات نسائية من داخل تونس للتنديد بما فعلته درة، حيث يجرم القانون التونسي تعدد الزوجات. ووجهت النائبة التونسية السابقة فاطمة المزدي عتابا قاسيا للنجمة درة أثناء حفل زفافها. فاطمة نشرت صورة لدرة من مراسم عقد قرانها على هاني سعد، وبرسالة عتاب مطولة قالت فيها: يا من هواها أذلها وأذلني، إلى السيدة درة زروق سيدتي الجميلة والأنيقة والمثقفة، يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنيك، ولن أهنيك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية. كيف ترضين سيدتي أن تكون درة ولا درة؟ كيف ترضين أن تضرب المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي؟
وتابعت قائلة: أنت سيدتي شخصية عامة، يتابعك المراهقين والشباب والعامة ويقتدون بك، ولهذا كلماتي ستكون قاسية معك. وواصلت العتاب بقولها: أنت جعلت المرأة التونسية اليوم ذليلة، كيف ترضين أن تذل المرأة التونسية البورقيبية؟ وما الفرق بينك وبين الجواري؟ وتابعت النائبة: سيدتي أنت كنت معشوقة الحراير، تمثلين المرأة التي لا تحتاج للرجل لتصنع مستقبلها وتعتمد على نفسها ولها شخصية قوية، ولكنك اليوم ضربت كل هذا عرض الحائط. وتدخلت الفنانة التونسية درة زروق صبيحة زواجها لتضع حدا لهذا الجدل، ونفت في تسجيل صوتي وتحدثت فيه باللهجة التونسية عن خبر زواجها من رجل متزوج، وقالت: وقالت أن هناك من يصطاد في الماء العكر روج لمثل هذه الأخبار. وواصلت درة قائلة: أشكر كل من بارك لي وفرح لي، كنت أتمنى كل أصحابي من تونس يكونوا موجودين، لكن للأسف الظروف الصحية صعبة، حبيت أكد أني مرتبطة برجل مطلق، اختار يعاود حياته معايا، وأقول لمن يروجوا الإشاعات ويصطادوا في الماء العكر ربي يهديهم. وتابعت درة: كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة، يعيشها هو ويعرفها هو، أنا اخترت رجل يحبني ونحبه، والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له لأننا نحب بعضنا. وتابعت: وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي، وشكرا لكل من فرح لي. وواصلت درة قائلة: ونحب نضيف حاجة أخرى، هذه أول مرة وآخر مرة سأتكلم فيها عن هذا الموضوع. كما وقالت: أطلب بكل احترام ولطف وتقدير واحترام من الناس والصحفيين، ما يسألونيش في الموضوع هذا. وتابعت درة: أنا كفنانة وشخصية عامة نحب نتكلم فيما يخص أعمالي الفنية، لكن حياتي الخاصة تخصني أنا فقط.